تؤكد الأنباء الواردة من القاهرة بقيام قوات الأمن المصرية صباح اليوم بفض الاعتصام الذي كان ينظمه العشرات من مصابي الثورة المصرية بالقوة. وفتحت السلطات الميدان أمام حركة السير الطبيعية، لكن مجموعات من الشباب الغاضبين تجمعوا مرة أخرى في وسط الميدان وأغلقوا المنافذ المرورية به، ما أحدث شللا مروريا. تستعد قوات الأمن المكونة من بضع وحدات للأمن المركزي لإعادة فتح الميدان مرة أخرى.